أول يوم استقبلتنا الجامعة التقنية الشمالية للعام الدراسي الجديد في محافظة الموصل. طبعاً يعني الإجراءات كانت كلش قوية من ناحية مرض كورونا. أولاً ممنوع دخول الطلبة بعدم التزام بلقاح كورونا. ثانياً التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات. ونتمنى أن يكون عام دراسي حقيقي حضوري ورسمي ويكون الوزارة ثابتة على قرار واحد، لأن الأعوام السابقة كانت أغلب القرارات متقلبة، دائما يوم خلوها حضوري يوم يكون الكتروني، فهذا الشيء يوتر الطلاب دائما. فإن شاء الله حسب القرار الوزارة والتعليم العالي إنه يكون الدوام حاليا حضوري بالأسبوع كامل. عام الدراسي الجديد إن شاء الله يكون موفق لجميع الطلبة، ومع التزامنا باللقاح والكرت والالتزامات اللقاح الصحية، التباعد والكمامة.